انا عارفه انت بتمر بايه. احمد الله يرحمه هي اكيد في مكان احسن. احمد ايه؟ انا نجحت. انا كنت هتجنن. انت فين؟ انا كنت عاملها لك مفاجاه. طب وتقدير؟ امتياز. برافو برافو، انا فخور بيكي قوي. انا بجد بشكرك قوي 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 ان انت ذاكرت لي وتعبت معايا كل التعب. انا فخور بيكي. انا هروح بقى لبابي وتيمور في البيت عشان اغيظهم، علشان هما دايما كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا يقولوا ان انا مش هنجح في طب. ايه يا استاذ سرحت، فين فين هديتي؟ هديتك هتجيلك لحد عندك، احلى هديه في مصر. انا بحبك. وانا كمان. يلا يلا يلا. يلا. احمد انا مش عايزه اشوفك كده. انت مش فاهم. اتفضلي يا بنتي. احمد ممكن بليز تهدى شويه؟ انا هنزل. احمد رايح فين يا ابني؟ مش عارفه اقول لك ايه يا بنتي. انا لازم امشي. لا لا يا حبيبتي استني معايا يمكن يرجع بعد شويه. حول الله يا ربي. حول الله. عنايات يا عنايات. نعم يا بيه. في ايه؟ مين دخل مكتبي وانا مش موجود؟ انا النهارده الصبح نظفته. نبهت عليكم 100 مره ما حدش يفتح الادراج. ما حدش فتح الادراج، انا يا دوبك رتبته وخرجت على طول. امال مين اللي قلب الدرج بالمنظر ده؟ ما اعرفش بس ما فيش حد غريب دخل الفيلا. امشي. حاضر. بصراحه ربنا يكون في عونه. أنا ما كنتش متخيلة إنه لسه بيحبها للدرجة دي، خصوصاً بعد ما بقى مع نهال. بالعكس، هو اضطر إن هو يرتبط بنهال عشان كان عارف ومتأكد إن علاقته بيارا شبه مستحيلة، لما هو مش هيقدر ينساها أبداً. كان بيحبها جداً واستحمل كتير قوي علشانها. أنا عمري ما هنسى غتات التيمور عليه ولا رفض عصام ليه طول الوقت، ده غير اللي كان بيحصل في الأواخر. أنا صعبان عليا قوي يا أحمد. تصدقي بقى إن أنا صعبان عليا نهال؟ نهال؟ أيوه طبعًا. ما هي لما تشوفه بقى مموت نفسه كده على يارا أكيد من حقها إنها تغير وتقلق من مشاعره ناحيتها. أيوه بس نهال أخصائية نفسية، يعني المفروض تبقى متفهمة إن أحمد بيمر بمرحلة صعبة وهتعدي أكيد وهيهتم، خصوصًا إن يارا ماتت. هي صحيح ماتت. بس يارا هي حب أحمد الوحيد واستحالة هيقدر ينساها مهما حصل. صحيح. تفتكر يارا ماتت بحقنة مخشوشة زي ما بيقول؟ والله لو كده يبقى عصام قتل ابنه وبنته. ازاي يعني؟ قتل ابنه يوم ما قرر إن هو يوصله للجنان اللي وصل له في آخر أيامه، وقتل بنته بتجارته الفاسدة. هو انت كنت عارف كل البلاوي اللي ورا عصام الهواري؟ لا طبعا هعرف عليه يعني ازاي؟ بما انك كنت بتشتغل معايا يعني. ها لا ده انا اللي المفروض اسالك بقى السؤال ده. انا؟ ايوه طبعا. انا اللي كان بيني وبين عصام كان شراكه وبس بيزنس، انما انت بقى خطبت لابنه واكتشفتي بعد كده ان ابنه قتل جوزك الاولاني وما بلغتيش البوليس وفضلت تقابليه حتى بعد ما اتجوزتي صاحبه. عمر هو احنا مش اتفقنا ان احنا ما نقلبش في القديم؟ صح عندك حق يا حبيبي، بس افتكري بقى الكلام ده كويس قوي، شوفي بقى مين اللي بيقلب في القديم. صباح الخير.